لو الحكاية فيها إن فيجو. محمد سمير، في البداية ألف مبروك على توقيعك لنادي الزمالك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الله يبارك فيك، طبعا شرف كبير ليا في مواجهة الزمالك، ويعني يا رب أكون عند حسن ظن الناس والمسؤولين، وإن شاء الله أكون أقدم حاجة لنادي الزمالك إن شاء الله. المفاوضات بدأت إزاي معاك يا كابتن؟ والله كابتن أيمن، يعني المفاوضات ما خدتش مع كابتن أيمن دقيقتين على بعض، يعني مجرد ما قال لي نادي الزمالك عنده رغبة، فالموضوع ما خدش دقيقتين على بعض بصراحة. كمان في الزمالك في دلوقتي اثنين لعيبة كانوا بيلعبوا معاك، إسماعيل عمر جمال وأحمد علي، ده سهل أو خلى عندك أنت رغبة تكون موجود في الزمالك، ولا الموضوع كان بعيد؟ احنا اصدقاء في النظام الكوره طبعا، اول حاجه. ثاني حاجه، يعني انا نادي الزمالك كان مكلمني، الرغبه موجوده، فالموضوع ما خدش وقت خالص يعني. طب بالنسبه لمقدم التعاقد يا كابتن، هل خدت مقدم تعاقد؟ لا والله، الامور الماليه دي احنا يعني ظبطناها مع بعض كده، ما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. طب شايف المنافسه ازاي مع محمد عبد الشافي؟ انا شايف اللعيب هايل طبعا على المستوى الفني والخلقي، ان شاء الله باذن الله نكون انا وهو اضافه لجبهه اليسرى، ممكن نلعب مع بعض حسب رؤيه الجهاز الفني، هو اللي شايف هنعمل ايه ان شاء الله، وربنا ان شاء الله. ميدو كلمك طبعا كابتن؟ لا، كلام كله كان مع كابتن ايمن يعني. لا بعد ما وقعت. والله انا لسه يعني لسه خارج دلوقتي من النادي، ما فيش اي حد يعني، لسه مش اي حد خالص. هتنزل التدريب امتى مع الفرقه؟ برضه هشوف كابتن احمد حسام برضه البرنامج هيبقى ايه وهنعمل ايه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن، شايف انضمامك لنادي الزمالك فرصه لعوده للمنتخب مره اخرى؟ شيء طبيعي، اي حد نفسه يكون في منتخب مصر، وده رقم واحد. رقم اثنين، اللعب في نادي الزمالك يعني مش محتاج ان انت حد يتكلم عليه، فاتمنى ان شاء الله ان يكون عند حسن ظن الناس باذن الله. كلمه لجمهور الزمالك بقى كده. طبعا يعني يا رب طبعا حسن ظنهم، طبعا الامور كبير جدا جدا، مش محتاج كلام عنه، ان شاء الله يعني بوعدهم ان انا ابذل اقصى ما عندي باذن الله، واكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. اتفقنا يا كابتن.